بعد الخطوات السياسية التي اتخذتها تركيا مؤخرا والتي تهدف إلى الانفتاح على العالم العربي، بدأت الرغبة العربية في التعرف على الواقع في تركيا تضاهي مثيلاتها التركية والتي تطمع للتعرف على الواقع العربي بصورة أقوى وأمتن. مراكز البحث العلمي والثقافي والمعرفي تمثل محطة فارقة من محطات التعارف والتقارب والتلاقي، فهي نقاط مشعة في مسارات التلاقي الشعبي والحكومي والمؤسساتي، وبها فقط يمكن ضمان الموضوعية في فهم الشعوب والثقافات والسياسات. تنشط في تركيا مؤخرا العديد من مراكز البحث العلمي والثقافي، وباتت تجعل من وجودها العربي من حيث الاسم والمضمون حلقة وصل بين تركيا والعالم العربي من خلال عكس الواقع الموجود في تركيا والعالم العربي بصورة كبيرة. وإذا تم ضمان الموضوعية والنزاهة في البحث العلمي والثقافي وأجريت القراءات من خلال الخبراء وأهل الاختصاص، عندها يمكن القول أنها تمثل لوحة من لوحات التلاقي العربي التركي التي يمكن الاستبشار بها. مؤسسة المسرى للبحوث والدراسات إحدى المؤسسات البحثية الفلسطينية التي تعمل في تركيا، ولها نشاطاتها الواضحة في مجال البحوث التي تتعلق بأرض الإسراء والمعراج، والبحوث الأرشيفية من الأرشيف العثماني والمكتبات التاريخية الكبرى، وهي حلقة من سلسلة المؤسسات البحثية الريادية العاملة في تركيا بأريحية وفاعلية، وتقدم دراساتها وقراءاتها بصورة موضوعية.